فخري. ساعه نحكيو على عروج سور لو بلان انديفيدويل، بريسك 5 شهور من العمليه ونوصل التحضيرات، شفنا صور بالكوره، تعطي فكره جميله الترجي على البورسنتاج دافونسمون نتاعك في التحضيرات في الريكوبيراسيون. الحمد لله ظهري يعني عملنا شوط باهي في الادوكاسيون. تو كيما قلت انت بريسك 5 شهور، مازال شهر ونص جرون ماكس ونبدا نبدأ في الجروب إن شاء الله. قاعد نرجع بالكرة بشوية بشوية ونعمل في البروغرام تاعي نتاع الريدوكاسيون. إن شاء الله إن شاء الله جاي خير إن شاء الله. قولوا لجميع الترجي شهرين وروج يرجع إن شاء الله بقدرة ربي، بقدرة ربي كان مشي كل شيء من رجل من أنا شهر ونص آخر نبدأ على ذمة الإطار الفني إن شاء الله.